بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة هيكون في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون خريفي معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. وفي كمان النهاردة فرص لأمطار خفيفة هتكون على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. كمان في فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية على حلايب وشلاتين ومرسى علم. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك. طمنينا عن حالة الطقس النهاردة. اليوم طبعا هيستمر انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، مع وجود كمان امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بيساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، فبيحجب جزء من أشعة الشمس وبيحد من تأثير أشعة الشمس، فبالتالي هنحس بالأجواء الخريفية المعتدلة فترة النهار على أغلب المناطق الشمالية، سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، أجواء مائلة للحرارة على المحافظات الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده طبعا خلال فترات النهار. خلال فترات الليل وفبر غياب أشعة الشمس درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، الأجواء بتكون أجواء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية. بالإضافة كمان مع وجود المنخفض الجوي للطبقات الجو العليا هيكون في فرص لسقوط الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مرورا طبعا بمطروح والاسكندرية، شمال الوجه البحري، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، المناطق دي كلها معرضة لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على فترات متقطعة من اليوم، وهنلاحظها في مناطق والمناطق الأخرى لا، لكن مجمل الأمطار خفيف لمتوسط اليوم على المناطق الساحلية. بالإضافة كمان في فرص لسقوط الأمطار الخفيفة واللي ممكن تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين ومرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، بالإضافة كمان أن اليوم متوقع يكون فيه نشاط للرياح على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء، نشاط الرياح هيساعدنا على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة بتتكون شبورة مائية خفيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية على أغلب الطرق. الأجواء الخريفية يعني نقدر نقول شبه المستقرة دي هتكمل معنا إن شاء الله على مدار الأيام القادمة، لكن كميات وفرص الأمطار هتختلف من منطقة لمنطقة. متوسط درجات الحرارة هيكون ما بين 25 و 26 درجة مئوية خلال الأيام القادمة بإذن الله على القاهرة الكبرى. طيب هل انخفاض في درجات الحرارة ده يعني استعدادا بقى لفصل الشتاء اللي احنا داخلين عليه، ولا بسبب المنخفض الجوي اللي حضرتك اتكلمتي عنه دلوقتي؟ هو طبعا بسبب العاملين، بسبب تأثرنا بالكتل الشمالية القادمة من جنوب أوروبا ووجود المنخفض الجوي، وكمان احنا في شهر نوفمبر، شهر نوفمبر بيعتبر معدلات درجات الحرارة فيه بتتجه نحو الانخفاض لأن احنا بنقترب من فصل الشتاء، فمعدلات درجات الحرارة في شهر نوفمبر بتكون منخفضة لأن احنا خلاص تقريبا بيفصلنا فيما يقرب حوالي شهر شهر وعدة أيام على بداية فصل الشتاء المتوقع إن شاء الله رسميا يبتدي 21 ديسمبر. طيب طمنينا كمان عن حالة الطقس في مدينة شرم الشيخ. طبعا مدينة شرم الشيخ الأجواء عليها أجواء مستقرة تماما خلال فترات النهار وخلال فترات الليل، مفيش أي فرص لسقوط الأمطار أو حتى كمان تكون للشبورة المائية. الأجواء خلال فترات النهار بتكون أجواء مائلة للحرارة، والعظمى بتتراوح ما بين 28 و 29 درجة مئوية فترة النهار. فترات الليل أجواء لطيفة تماما، الصغرى خلال فترة الليل بتتراوح ما بين 19 و 20 درجة مئوية، فالأجواء مستقرة بتسمح طبعا بالاستمتاع بفعاليات COP27 وكمان طبعا الأجواء السياحية في مدينة شرم الشيخ. نشكرك في النهاية، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. وتعالوا دلوقتي نتابع ونتعرف على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى 24 والصغرى 17، العاصمة الإدارية العظمى فيها 25 والصغرى 17، اسكندرية 24 17، العالمين الجديدة 23 17، مطروح 23 16، دمياط 24 17، بورسعيد 24 17، الإسماعيلية 26 14.
السويس العظمى فيها 25 والصغرى 15، العريش 23-17، كاترين 19-10، طابة 24-19، حلايب 25-21، شلاتين 28-21، شرم الشيخ 28-20، الغردقة 27-19. الفيوم العظمى فيها 26 والصغرى 15، بني سويف 24-14، الوادي الجديد 29-12، أسيوط 26-13، سوهاج 26-13، قنا 27-13، الأقصر 28-14، وأخيراً أسوان العظمى 29 والصغرى 18.